تجربة مسن الجلد من إنتاج أخينا أبي صهيب راسم عثمان. هنا يظهر الحد وهو يعني خشن ما زال قبل ما نبدأ بتلميعه على مسن الجلد، وعملية القطع به يعني ليست بالسلاسة المطلوبة. هنا نبدأ عملية السن على مسن الجلد على الكومباوند ذو اللون الأخضر، وهو أيضا من إنتاج أخينا أبو صهيب. هنا نتائج السن على الوجه الأول، وبدأت اللمعة تظهر على الحد. الآن المرحلة الأخيرة من التلميع على الكومباوند الأبيض من الجهة الأخرى من الستروب الجلد، وستظهر النتائج. النتائج النهائية للتلميع على مسن الجلد، وهنا كما يظهر الحد كالمرآة، يمكن رؤية الكلمات عن الورقة. وهنا تجربة الحد في قطع أوراق الجرائد كما نرى بسلاسة ونعومة. بهذا يكون انتهى العرض لهذا المسن الذي أنتجه أخونا راسم عثمان أبو صهيب، وهو حقيقة من المسنات الجلد الجيدة جدا بل الممتازة، والله الموفق.